وتقاليدنا وتراثنا، اللي شافوا أنه في الفترة الأخيرة صار ينسب لدول أخرى. نعم يا أختي. فالمشكل أنه مش أن احنا نتقاسم الشيء، في الحقيقة في أشياء اللي تجمعنا بدول الجوار. ما أقدر أعلق بصراحة، أحسن ما أعلق. لكن المشكل أنه ما أشقائنا وإخواننا، لكن في الأخير المشكل هو اللي صاير أنك تنسب الشيء ليك، هذا هو المشكل. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالها. وأنه في الأخير الاعتراف يكون ليك ولكن مش لغيرك، اللي هو صاحب واللي هو في الأصل هو صاحب الشيء. والله أنت اللي مسخرة شي. فهذا هو المشكل، احنا مش مشكلتنا أنه دول أخرى تلبس تر. قول عني ما تقول، عندي صعب الوصول. الوطنية هي أيضا لباس تقليدي. سامحوني. لا لا لا. جاتك نيلة.